قسمت بالله انا لو ما اتجوزت السنه دي اللي هعمل لكم فضيحه ما حد هيعرف يلمها، ماليها اول من اخر. طب اهدي طب اهدي، هشوف لك عريس زنجيري يظبطك. حماده شوف لها عريس عشان البت وضعها خطر خالص، يعني عماله تحلف واقسام اقسام، فنشوف لها عريس بعد اذنك عشان ممكن فاهم ممكن تهيج علينا كلنا دلوقتي. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاك عبد الله جامبو في فيديو جديد. النهاردة هنعمل ردة فعل مختلفة على اكاونت بنت، بس في ناس كتير قوي على الانستجرام بعتت لي الاكاونت ده قالت لي يا عبد الله اعمل، يا عبد الله اعمل عليهم رياكت. يلا بينا مع بعض. المهم بس قبل ما نبدا، جيش الجامبو لايكاتكم، انزل حط لايك تمام، ارزعنا لايك جامد تمام، زي ما وصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. وما تنساش قناه عبد الله جامبو ميوزك، القناه بتاعتي الجديده هتلاقيها تحت في الديسكربشن، بنزل عليها اغاني ونزلت عليها كليب، فروح هناك واكتب لي رايك في الكليب، اسمه كليب جو الشتاء في اسكندريه، كليب جو الشتاء في اسكندريه هتلاقيه جوه على القناه تمام. عايزين نوصل لاكبر عدد المشتركين، واكتب لنا كومنت حلو عشان اخر الفيديو بقول اسامي الناس الحلوه العسل تمام، بختار 20 اسم كده اهوت وبقول اساميهم، فانزل اكتب لنا كومنت تمام، وشغل زرار الجرس وخليه كله اشعارات عشان تبقى انت اول واحد لما انزل فيديو يجي لك على طول فيديو. ويلا بينا مع الفيديو، يلا بينا مع الفيديو. يوسف هتروح الجيش؟ انا عارفه ان انت مش ناسيني اصلا، وانا دايما فاكراك. لا يا عم قاعدة اهو، ما تخافش وراك رجالة. يا يوسف يا يوسف، ما تلم الحرمة السعرانة اللي معاك يا يوسف. بعدين البت عندها توحد اصلا، يوسف ما بيردش عليها وهي عمالة تتكلم. فيا جماعة نشوف مالها البت دي، في ايه؟ لا اله الا الله، تيك توك بيجنن الناس اقسم بالله. استنى رايح الجيش؟ اكيد مش هتنساني وانا هستناك. نسيني ليه بتتعب؟ خرب بيتك، ما تغنيش ما تغنيش ما تغنيش. استنى رايح الجيش؟ ما تخافش انا هستناك. دماغي مش عارفه انت هتقبل الموضوع ده ازاي. بس انت انا هتقبله، بس ما تعيطيش انا متقبله. كملي يا ماما. انا فعلا محتاج بقالي كتير قوي. انا مش عارفه ازاي اتقبل الموضوع دوت، بحبك بقالي كتير قوي. ايوه فين الموضوع؟ فين الموضوع اللي تعيطي عليه؟ شايف هو ممكن يكون فعلا لسعك في وشك مثلا، بعدين انا مش عارف ليه حاسس ان ده مش وشك. يعني ده مش وشك. شفتوا يا جدعان التوته بتاعت البيبي؟ انا حاسس ان وشها شبه التوته بتاعت البيبي. او ربنا في التهابات، في تسلخات، في انت فاهم. حد بيسالني على الحمار الجامد ده؟ هو مش فلتر، المنتج بتاعي، اشتري واحد وتاخد عليه واحد هديه. هو مش فلتر، ده المنتج الجامد بتاعي، اشتري واحد وخد على واحد هديه. يخرب بيتك يخرب بيتك. المهم يا جدعان حطوا لايكات كتير قوي تمام، ظبطونا. بس انا نفسي اسالكوا سؤال وتردوا عليا، ما تتهزوش. حاضر مش هنتهز. اوكي مش هنتهز. تحس ان هي بتعمل كنافه نابلسيه. اوكي لما بتاكلوا في حقنا يا شمال بطنكم ما بتوجعكوش؟ ما بتوجعكوش خالص نهائي؟ مش عارف ليه حاسس ان انا ايه، رقبتي وجعتني والله. مش عارف اتفرج على فيديوهاتها رقبتي بتوجعني. انا عايز اقول على خبر مهم جدا. مش عارفه ابتدي ازاي. لون الولد اللي هو عنده سن فوق هنا دي كده زياده. ايوه ماله 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 الولد اللي عنده سن هنا فوق زياده؟ عايزين نعرف منك. اتفضلي. اللي بيقول عليها اسمها ضب، انا بيبقى احلى ولد في الدنيا كلها، لان لما بيضحك كده بتحسي ان الدنيا كلها بتضحك. يا جماعه دي حيحانه اقسم بالله، حيحانه على فخدة راجل. يعني لو يعني انت لو دخلت عليها فخدة راجل هي هتكون مبسوطة جدا منك، فنخلي بالنا من شبابنا. يعني انت لو معاك شاب خلي بالك منه، لان البت دي ما بتحلش اي حاجة.
الإنسان مش بفلوسه، الإنسان مش بمعارفه وأهله وناسه، الإنسان بلباسه. الإنسان بلباسه. طب افرضي حضرتك الراجل ده بيفس كتير، هل انت هتشمي اللباس بتاعه ولا هتعمله له عصير؟ نفهم. عايزة عروسة المولد. عروسة المولد يا ماما، كل الناس جالها عروس مولد الا انا، وانا عشان سنجل يعني ولا ايه؟ يعني ممكن سنجل بمزاجي، مش عشان مش لاقي حد يبص لي بالكلام ده. كله بمزاجي، كله بكيف يا واد عمي. كله بكيف يا واد عمي. حاسس اني عايز ارجع. السن ممكن تتجوزي منه الراجل اللي عنده 17 سنه واللي عنده 18 و19، معاكي لحد ال 20، من بعد كده هيبقى جده. البنت دي عبيطة جدا على فكرة، بتقولك لو عايز تتجوزي اتجوزي 17 18 19، معاك حد 20، بعد كده يبقى جده. ده انا على كده اروح ادفن نفسي بالحياة. بعدين هي هتتجوز واحد يعني مش فاهم، هترضعه وتجيب له بامبرز يعني ولا ايه؟ مش فاهم انا. جماعة انا طلع اقول ان انا اتغنت. جماعة انا طلع اقول ان انا اتغنت يا جماعة. ممكن حد يساعدني؟ طيب ممكن حد ياخد مني يوديني الجيم؟ ممكن حد يعني يحط ميتين امي جبس او اسمنت في بقي عشان ما اكلش تاني يا جماعه؟ اتخذت مستقبلي ضاع. هو ايه اللي مستقبلك ضاع؟ هو انت اتحبستي مثلا في في في, في جريمه اغتصاب شاب؟ ما انت زي الفل يا ماما اهو. سرقتي بنك ومستقبلك ضاع، جبتي ملاحق مثلا، ما دخلتيش كليه مستقبلك ضاع. انت تخنتي عادي، اي حد بيتخن وبيرفع. تخنت، شوفوا لي حل. انا تخنت، انا نفسي اخس. انا تخنت، انا شوفوا لي حل، شوفوا لي حل. نفسي ابطل اكل، بس انا بحب الاكل. انا تخنت. حماده احبس البنت دي في اوضه سودا، تمام؟ بص بص اجلدها، يعني امنع عنها الاكل، انا عايزها تموت جوه حرفيا. يا عم ابراهيم انا تخنت، يا عم محمد انا تخنت، يا جماعه يا اللي فوق انا تخنت. انا لا اله الا الله. طب اجيب لك، طيب يعني اجيب لك مكبر صوته تمشي بيه في الشارع كده زي بتوع العزب اللي في البلد؟ طيب يا جماعه انا تخنت، يا جماعه يا عم ابراهيم، يا ست منادين، يا بتاع النفتالين كده يعني ولا ايه؟ مش فاهم انا. استنى، تريح الجيش 11، هتوحشني قوي. طبعا استناك، ده انت كل حاجة ليا في الدنيا، ربنا يخليك ليا. ربنا ياخدك يا بعيدة، ربنا ياخدك، مش عايز اشوف امك تاني. انت ممحونة اوفر، انا بحب المحن بس انت كرهتيني في المحن. طب يا جماعة الخير، احنا كده عملنا فيديو مختلف شوية. لو عجبك الفيديو دوت انزل قولي رأيك في الكومنتات، تمام؟ وحط لايك وخلي صحابك يشتركوا في القناة وظبطني كده هو، تمام؟ قشطة. دلوقتي هقول اسامي الناس المحترمة اللي بيحطوا كومنتات حلوة. زي ما قلنا انا بقول اول 20 واحد محترم اللي هو مفعل زر الجرس عشان لما اقول ننزل الفيديو يجيله الاشعار. فاقول اول 20 واحد دخلوا كتبوا كومنتات. ميزو بوس، وأمينة رضوان أو أمنة، أمنة رضوان، كريم محمد، مهتاب نور، خليفة أولاد أحمد، حنان أحمد، محمد أشرف، نور ساندي، ونور عيد، والأزهار الحزينة، وسمر إبراهيم، وياجي، ميرنا مصطفى، قناة متنوعة ميدو، بسمة، إم في إكس جيمنج، وراندوم ميد، تمام؟ دي أسامي أول ناس دخلوا على طول على الفيديو وكانوا فعلين زرار الجرس وحطوا لي لايك، بحبكم جدا. ولو انت لسه جديد اشترك في القناه من تحت، فعل زر الجرس وخلي كل شهر يوصل لك كل جديد، وانزلوا بسرعه اشتركوا في قناه عبد الله جامبو ميوزك، هتلاقوها في صندوق الوصف او الديسكربشن. و قولي لو عجبكم نوعيه الفيديوهات ديت، قولي لي قشطه ان احنا نمسك حد معين، تبعتوا لي على الانستجرام ونعمل عليه رياكت خفيف لطيف. و سلام سلام سلام.